النموذج الآخر الفلسطيني في جنوب إفريقيا الدكتور أنيس دراغمي فليتفضل. دكتور أنيس دراغمة من مواليد منطقة طوباس، حاصل على درجة الدكتوراه من جنوب إفريقيا في علم المتاحف، وعمل مستشارا للسفير الفلسطيني هناك، وأسس متحفا لفلسطين في جنوب إفريقيا ومؤسسة فلسطين، والتي تعمل لإدارة النزاع والفن في الحوار. الدكتور أنيس دراغمة، النموذج الفلسطيني لدى جنوب إفريقيا. فاطمة. شمس العروبة، شمس العروبة.